يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، هل مصافحة الكفار والضحك بوجوههم هل هذا من موالاة أعداء الله؟ نوع، هذا نوع من الموالاة، إذا ابتسم في وجوههم لأنه يحبهم فهذا نوع من الموالاة، أو صافحهم لأنه يحبهم هذا نوع من الموالاة، أما إذا صافحهم وهو لا يحبهم أو ابتسم وهو لا يحبهم في قلبه فهذا ليس موالاة، إنما هذا من باب المجاملة أو التأليف لهم وما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوه قوم وهو يكرههم، لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. نعم.